إلهي وا مهدله مانتا إنه سورت جريي سوماليلاند إنه قب إنه قبسته دورشو إسكوسيت كان أو ريس كذا له وعدو قنص عيود عضي يوم بجريد كل عضي وكان حي بحي سوماليلاند شعلان عيوك فرحين وهرين وحن آذية آذو مهضنا غير شعب في سوماليلاند قد بحياة شودة الرولية عروربا دورشو سوى عن لو كان بنجري ونبض له ونين وليبا وحي ودد كسو تشدير يوكو حضي سو دو سوى حرة ولا فرقلينين إلا إن وقف صنتي آذية آذو فرح سنة وحن أمهاتنا غيا عود بحياشي نبض كل عود بحي إذا ماذا إلى علينا أي ودي قدور شيء كهوا شاو ودي أحسابتي يوم رأي ترتمى أي أوصي بالسل وترتمى أي وأنا شرف أي سوه وسي سومال اللاند كون اسمه قرن كسومال اللاند واسمه قرن كسومال اللاند كروسي قاضي تا ومهضنق شعب الأردن يسوى لأن الأردن قولوا كلابا أن كادوا يوحوي تاجر ياشا إيوه حزبك الكلمية أو دورشادي ما أنت أنكو قوليسنين أو لغاية أو إن بضاني هذه نتيجة أنا يقصوا إيوه كبصن إن الشرعي بيقول جلستر شعبه عليه. مدحويني هي هراء الصومالي اللي مصاها ضي موسى بيح عبدي شرعي مركي حنبليه وأيد عدي دربابة فيصل علي ورابة وأسوي وحوي بأن هني مصا حنبليه موسى هو آمصي عبسي وحال قبي ترو موسى من حصامين دانا نتيجة بوك آمصي فكر فرب بدن يلا تشي أسوي سميي أو ضمبينتي وحو أقبلي نتيجة صباحي وحونا الشاقي إن أوهم بليين أيوه مدح وينها هذا حلك كفرستي موسى بحال لنا أنت أسوأ وتقع مانتي آد بغو أمانتي عبسي كلا لقبي لكن مربح الدين نتيجة آد أقبى شيء وأد ما حسنتي دتك وحيس لهاين موسى أمو ربشد يا دباتك كلا يا محكمة جين يا قيلو يا بغ أمو فرا أو أوه جنسين واي لكن ساك مركو هذي سي شرف كل عن تهاي أيوه أوه هذي بل سي جودي قدار الشدة سي في عن أقوم سهم بليينين أو قيبت الدم مركو هذا يمري وحو أهم بليي دتك عديي وحنا أهم بليي قاب قدار الشدة نبتقلي يدا يوم رعدي إذا مدي وردين أي واحد نبوه أهم بليي مركي لأنه يفست إنه قبل لعبه دار الشدة ويل كقاب تاي إيه أسوء كوئك بلي تاسو أد مدو إنه حلو oo xanuun ka qabo ninka natiijada uu ku dhawaaqay ama laga yaabo inuu lacag badan siiyay oo uu yidhi oo codkaaniga igu dhawaaq wiilkaana uu aqbali waay wiilkuna ma dhigar Muuse ay siiyay lacag Muuse ma dhigar wiilka lacag baan siiyay marka laakiin wax ka sahdi la siiyay ninka natiijada saxday ay ugu dhawaaqay Muuse waxa laga yaabo lacag uu bixiyay inay meesha kaga khasaarto saadartay Muuse si sax ah gudoomiyihii hoggaaminaya doorashooyinka نيكي لك دعجل موسى حسن سفي عن أو موسى هم بليين دادك شعبك هم بليين عيدا مدوء هم بليين طورا شدو نبقلي ورعيو هم بليين كدبنا وحو أفك مريي قد ديقا دورا شدا أيو نهي كليا بس قد ديقا دورا شدا يو عرب قصة أمري مركا تاس حيو مغطا مركا ديكاس إن أو آد أو غحو يهي نتيجة دي وكورا واقعي سكس تبا ها أهاتي موسى وحان لانا هاي قول إيو قبان نمو رقان نمو أياد أرين كان أغو قدبتي سيوعان أياد أغو قدبتي وحكو خد بيهي ماركي آن ترتميني إن لايناغا راين هايو وي إنان راينينا لبا وضوبا ديار أيانو أحاي سادر تيت شعب واح بضان بينو عوضيان عبنا سيان لبا جار ونكو قولي سيني ماركا تلما لها بو يلي وإنان حتى النتيجة آن أقبل لبو يلي
marka arin wanaagsan iyo horta oday uu ku hadlay oo aad u qiim badan dadka shacabka Soomaaliyeed waxay islahayn Muuse muxuu samayn doonaa war Muuse nin dib looga bartay hoggaamiye kooxeeda ee qowleysata oo dagaalama jiro dhib badan buu ahaa ninkan muxuu samayn doonaaba la lahaa laakiin si wanaagsan buu ugu gudbay ninkii saaxiibka kalena wuu u hambalyeeyey doorashadeena inuu aqbalay ayuu qirtay in laga bediyana wuu qirtay marka hawshu way isku dhamaatay si nabadgelya oo wacan oo qurux badan ayay ku dhamaatay marka Muuse waxaan leenahay guul iyo gobonimo sideedaba waxa ku fiican yahay doorasho marka ay dhacdo in si wanaagsan la isku tanaasulo laakiin haddii qaylo iyo buuq iyo maxkamadi iyo qaylo ay bilaabato wax sharafu kuma jirto marka Muuse si wacan buu arrinkan uga gudbay waxaan leenahay Muuse shaqo wacan baa qabatay bal marka le haddaad isa soo shaxdo shan sano kadibna ood ku guulaysatana waa lagu hambalyay laakiin hadda nasiibkaadii waa kaa hiiriyey dadkiina way ku naceen adiga ayaana isnacsiiyey qof kale ku nacsiiyeyna ma jiro ninkaasi wuxuu ka dhalagsan yahay Muuse shaqadii intii uu ahaa shantii sano ee aan soo dhaafnay inuu si wanaagsan unse u maanajkarayna kow aan ka bilowna Muuse horta gudahaan usoo noqon doonaaye horta waddamada deriska dadkii la ahaa meel uun faragelin ku samaynin ama uun la dagaalin ma jirto jabuuti oo isugu dhawaayeen baasaboorada ay wateen iskuma fiicno xiriirkiibu u gooya way sirraan way kala tageen dhinaca iyo maamul goboleedka Puntland waa kii asagana isma salaabaan cul buu leeyahay SSC ugu dambeysay waa kii uu la diriray ay islaayeen ayadan hadda ay kala go'een dowladda Soomaaliya wuxuu leeyahay lugaha inaga tagaanta ictiraaf bay noo diiday ayadana waa isku dhexsay oo waji kama dhexay Itoobiyada deriska ay yihiin kaliya oo asagu danaha uu ku watay uuna rabay ama dib lagu soo doortaa mar labaad ayuu xidhiidh kala dhexeeyey midda kursigiisii way siisayna ee doorashada uu ku faylgaro 107,000 ama 108,000 looga badiyeyna waa Itoobiyada xidhiidhka uu la samaystay waayo ummaddii Soomaaliyeed oo dhan baa nacday shacabkuna way cabsanhayeen oo madaxa laga taagna kulli hoos ka guuxayeen markay arkeen waxa socda waxay dhahaan dhulkeenna waa la qaatay ninkanaas dhaafina sidaa darteed Itoobiyada xidhiirka la samaystay ayaa waxay noqotay xabadii lagula diriray waa la nacay dadku taasi ku nacay waxaa kale oo lagu nacay in sixirbar iyo shaqala'aan aad u fara badan ay baahday intuusagu xilka u hayay oo dadku ay dhibaatiya gaajo iyo shaqala'aan fara badan ay sheegteen sidoo kale waxaa riday in ciidamadii ay jabeen oo dadkii ay u ahaayeen madaxda iyo dadkii ay cudowga ka wardayeen ee dadkooda ahaa inuu ku diray oo ay laayeen oo magaalada Lascaanood 9 bilood uu duqeynayo dhibaato ayadana ay ka dhacday kadibna dadkii shacabka ahaa ay hubkooda qurteen ciidankii la diran oo ciidankii la soo jabiyey ciidanka jabkii soo gaadhayna wuu ku fayl garoobay marka Muuse dhibaatooyin asagu gamciyaysa ku ka keensaday ayuu ciidankiisa iyo asagaba u jabay sidaa darteed asaguna wuu jabay oo maanta wixii ku dhacay waad arkaysaa ee wuu fayl garoobay ciidankiina hor buu jabiyey macal ciidanka dhan waad maqlaysaa inaan leenahay daayto annagu oo maana codaynin Muuse waxaan u codaynay ninka la yidhaahdo Cabdiraxmaan Cirro ee aabo mushaarka noobay Cirro uu ka ilaahay marka waxaan leenahay si kastaba ha noqotee Muuse waa laga guuleystay natiijadii waa aqbashay guuligii gobnimada kulana saxii